دكتور مصطفى المنيري. مساء الخير يا دكتور. دكتور مصطفى. ايوه. ازيك يا دكتور؟ انا يا فندم، انا كابتن مجدي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كابتن مجدي. احنا معانا خبر بيقول ان انتوا علاج بالاكسجين لعبد الواحد السيد، يعني لمحاوله اللحاق بالمباراه، الكلام دوت يعني صح ولا كلام جرايد زي ما بيقول؟ لا لا، كلام مظبوط. احنا فعلا عبد الواحد بيعاني من شد للفخذ الايسر، وبنعالجه بالطرق الحديثه، والاكسجين ده بيستخدم مع انحاء يعني بلاد كتيره جدا بعلاج الاصابات الرياضيه، ويمكن اشهر واحد اتعالج بالاكسجين كان روني. ويعني طريقه للعلاج ودي بتاثر وقت العلاج يا دكتور؟ أفندم؟ بتأثر في الوقت في العلاج؟ بتأثر، بالتأكيد بتأثر. بس هي يعني هي ليها حالتها، مش كل حالة. في حالات يفيد فيها العلاج بالأكسجين، وفي حالات ما يفيدش. طب حالة عبد الواحد منصف إيه أصلاً؟ فيها العلاج بالأكسجين. حالة عبد المنصف يا دكتور إيه؟ حالة مين؟ حالة عبد الواحد، آسف. أنا كنت بتكلم عن عبد المنصف، معلش، بس حالة عبد الواحد السيد إيه؟ هو شد في العضلة الضمة للفخذ الأيسر. ودي الاكسجين يفيد فيها ولا ما يفيدش؟ لا بيفيدها طبعا، كده بنعمل بيفيد. يعني لو ما كانش يفيد اكيد ما كناش عملنا لعبد الواحد يعني. وان شاء الله هيلحق يا دكتور ولا حضرتك؟ باذن الله في تحسن الحمد لله في حالته، وباذن الله يلحق. وعمرو زكي راح المانيا بالفعل يا دكتور ولا؟ لا لسه، عمرو زكي بيتم عمل الاجراءات لسفره يعني. يعني مسافر فعلا؟ لا لسه، لم يسافر كابتن مجدي. لا لا لا، يعني في تفكير في انه يسافر المانيا للعلاج في المانيا. لا لا، باذن الله هيسافر عشان يطمن على حالته يعني. عمرو ده نجم كبير، ويعني عاوزين نطمن عليه، لان احنا عرضناه في مصر لاكثر من استشاري، وبرضك بنديله فرصته برضك بحيث ان احنا يتعرض بره، بحيث ان هو يبقى مطمنين قبل ما ينزل الملعب ان حالته سليمه 100%. طب ايه اللي بيحسه يا دكتور عمرو زكي بعد اذنك؟ لا ابدا، هي عمرو اتعرض لاصابه في مرات الكرديه مع نادي الشام، بالتواء شديد في اربطه الركبه الخلفيه والغشاء الخارجي، وسببت حدوث الم، والحمد لله شوفي بنسبه كبيره، بس احنا عشان يعني حساسيه اللاعب وتعرض للاصابه اكثر من مره حبينا نعرضه عشان نطمن عليه، لكن جميع الاستشاريين في مصر اللي شافوه قرروا يعني ان ما يحتاجش تدخل جراحي يعني في الوقت الحالي يعني. طب لو هو وحالته كويسه يعني، عمرو اتحسن بنسبه كبيره، بس احنا يعني فضلنا ان احنا لو متحسن بنسبه كبيره يا دكتور ليه ما بيلعبش؟ جهاز فني والكابتن حسام فضلنا ان احنا برضك نعرضه عشان يبقى متاكدين تماما لما ينزل الملعب يبقى بصوره جيده يعني. ايوه يعني لو يعني هو لو في اي حاجه هو مش فت يا دكتور أبنك؟ مش جاهز للمباريات، لكن بيتحسن طبقا للحاله اللي كان فيها قبل كده. بمعنى ايه يا كابتن مجدي؟ بمعنى ان هو مازال مصاب لكن بيتحسن في اصابته. لا اتحسن بنسبه كبيره، انما مش جاهز انه يلعب. احنا مش عاوزين يتصاب تاني يعني. يعني عاوزين نتاكد نزوله يكون سليم 100%. اللي هو ما زال بيشتكي، من الم. لسه بيشتكي من الم. في الم طبعا، الم نقل بنسبه كبيره، والمدى الحركي بالنسبه له اتحسن، ورجليه الحمد لله اتحسن درجه في مباراه كامله. لكن الحمد لله يعني اتحسن بنسبه كبيره، بس عاوزين نتاكد تماما قبل ما ينزل ان هو شوفي تماما يعني. دكتور وبنعرضه عشان ناخد رايه برضك يعني. دكتور مصطفى المنيري بنشكرك شكر جزيل، طبيب نادي الزمالك.